أجرت مفادة التلفزيون المصري ريهام أديب لقاء مع وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان السيد سالم بن ناصر العوفي، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ كوب 27. أشاد الوزير العماني بما قامت به مصر من إحياء للمناطق الخضراء في البلاد، مطالبا بضرورة التزام قادة العالم بخفض الانبعاثات الحرارية للحفاظ على البيئة العالمية. شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ما زلنا في هذه التغطية الحية لمؤتمر المناخ كوب 27 والذي ينعقد هنا في مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام التي تتعلق بها الأنظار والعقول مثلما وصفها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكلمة المهمة التي ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية خلال الافتتاح الرسمي لمؤتمر تغير المناخ كوب 27. حقيقة سيادة الرئيس تحدث عن الكثير من النقاط المهمة الخاصة بأهمية انعقاد هذا المؤتمر، ربما من أبرز هذه النقاط الشعار الذي يحمله هذا المؤتمر معا للتنفيذ. يشرفنا على القناة الأولى، شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الوزير سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن العماني. معالي الوزير أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكم، ضيف كريم على أرض مصر. شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، أهلا ومرحبا. أهلا بحضرتك معالي الوزير. بالتأكيد مؤتمر تغير المناخ في الدورة 27 بيحتل أهمية كبيرة للغاية، لأنه بينعقد في توقيت بالغ الأهمية، المنطقة بالكامل والعالم بأسره بيعاني من الكثير من الأزمات. من وجهة نظرك في ظل هذه الأزمات وهذه التحديات، كيف يمكن الخروج بنتائج حقيقية من هذا المؤتمر الذي ينعقد هنا على أرض مصر؟ أولا شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة في بلدنا الثاني جمهورية مصر العربية. لا شك أن التغير المناخي أصبح واقع ملموس لكثير من الدول، سلطنة عمان ليست بمأنى من هذا الشيء. في العرض المرئي الفيديو اللي تم عرضه، كثير من الدول عانت هذا العام والأعوام السابقة من التغيرات المناخية، كثير من الناس تم إجلائهم من مناطقهم لتعتادوا أن يعيشوا فيها، فأصبح الموضوع ملح جدا لاتخاذ إجراءات حقيقية لخفض الانبعاثات الكربونية. نسبة الانبعاثات الكربونية في ازدياد وليست في انخفاض، وبالتالي العالم يجب أن يطبق ويترجم الكلمات الرنانة في أعمال حقيقية لخفض الانبعاثات. الالتزام الحقيقي هو المطلوب وليس الكلام. سلطنة عمان أعلنت عن موعد للحياد الصفري بعام 2050. أطلقنا بالأمس الاستراتيجية الوطنية للوصول إلى الحياد الصفري بعام 2050 ببرامج واضحة جدا ومؤشرات حقيقية للقطاعات المؤثرة في السلطنة، الصناعة والنفط والغاز والكهرباء والنقل وما شابه. أطلقنا أيضا السياسة الوطنية البيئية للطاقة، وبالتالي هناك جهود حقيقية يجب أن تترجم إلى مشاريع واقعية، وهذا هو أعتقد المطلوب من العالم، وهذا هي الرسالة الحقيقية لقمة شرم الشيخ كوب 27، هي تطبيق الكلمات والوعود إلى أعمال حقيقية في كافة دول العالم، وليس فقط في الدول النامية وإنما أيضا في الدول المتقدمة وفي كل الأماكن المتضررة من هذا التغير المناخي. نعم، بالتأكيد كل دولة لها الكثير من المبادرات التي تهدف من خلالها إلى مواجهة الأثار السلبية للتغير المناخي. السيد الرئيس تحدث في الكلمة الافتتاحية عن المبادرات التي نقوم بها هنا في مصر، مثل التحول إلى الأخضر، تحضر للأخضر، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى تحقيق الاقتصاد الأخضر أو التحول إلى الاقتصاد الأخضر. في سلطنة عمان الشقيقة، ما هي أبرز المبادرات التي قمتم بها وستقومون بها خلال الفترة القادمة، والمشروعات أيضا المختلفة التي تؤدي أيضا إلى تحقيق نفس النتائج، الحد من الأثار السلبية للتغير المناخي؟ بالنسبة للسلطنة طبعا القطاعات الرئيسية هي إنتاج الكهرباء، وخلال السنوات الماضية قمنا بإدخال الطاقة المتجددة إلى الشبكة الرئيسية، أكثر من 600 ميجاوات من الطاقة الكهربائية دخلت إلى الشبكة الرئيسية خلال الأعوام الماضية. قمنا بطرح بعض المناقصات لمضاعفة
مساهمة الطاقة الكهربائية في الشبكة المحلية. أيضا أطلقنا المناطق الاقتصادية أو مناطق الاستثمار للهيدروجين الأخضر على أمل أن يكون إنتاج الهيدروجين الأخضر من السلطنة من يعزز من إخراج طاقة الغاز من الصناعات المحلية، وبالتالي يتم الاستمرار في العمليات الصناعية باستخدام الطاقة المتجددة وباستخدام الطاقة النظيفة. أيضا هناك مبادرة لإدخال السيارات الكهربائية إن شاء الله، وسيتم الإعلان عنها خلال هذا العام لمحاولة تخفيف الانبعاثات الكربونية الناجمة عن طريق السيارات الاعتيادية. ففي مبادرات كثيرة جدا يتم العمل على بعض منها، والبعض دخل حيز التنفيذ. التمويل يعتبر من العوامل الرئيسية التي سيعتمد عليها هذا المؤتمر في مختلف المناقشات والموائد المستديرة التي سيتطرق إليها، وربما هو من أبرز الأهداف الخاصة بهذا المؤتمر، مؤتمر تغير المناخ، تمويل الدول الأكثر تضررا بالأثار السلبية للتغير المناخي، الدول الإفريقية، الدول النامية والأكثر فقرا. برأيك كيف يمكن للمجتمع الدولي بأسره أن يتكاتف من أجل العمل على تفعيل عملية التمويل، إلزام الدول التي لها انبعاثات كبيرة وهي المتسببة في هذه التغيرات المناخية بأن تلتزم تجاه الدول الفقيرة؟ بالنسبة لعمليات التمويل يجب أن تكون مشاركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. لا يمكن للقطاع العام أن يكون هو الممول الوحيد، ولا يمكن للقطاع الخاص أن يكون هو الممول الوحيد، يجب أن تكون هناك شراكة. في نهاية المطاف القطاع الخاص قطاع استثماري يبحث عن الربح، القطاع العام هو قطاع ممول لإحداث التغييرات، فلا بد أن يكون هناك شراكة والوصول إلى نقطة تفاهم تلبي متطلبات القطاع الخاص وتلبي احتياجات البلد في نفس الوقت، وهذا هو المنهج المتبع في سلطنة عمان. نفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار والاستفادة من هذه الاستثمارات، وفي نفس الوقت نفتح المجال للقطاع العام للمساهمة من ناحية تخفيف الضرائب، فتح النقاط الحدودية لاستيراد سواء كانت المواد أو الخبرات أو أفضل الممارسات. فيجب أن تكون شراكة، لا يمكن لواحد من القطاعات فقط أن يعمل على حدة. معالي الوزير، أريد أن أتحدث عن انطباعك عندما وصلت هنا إلى مدينة شرم الشيخ، وكيف أنها تحولت إلى مدينة خضراء بكل ما فيها من مظاهر مختلفة، زيادة المساحات الخضراء، المنطقة الخضراء أيضا التي افتتحها رئيس الوزراء، واللي بها الكثير أيضا من ورش العمل المختلفة، وأيضا يعني كل ما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة والسيارات بالغاز الطبيعي وبالكهرباء، طبعا الحافلات بشكل أدق. يعني ما هو انطباعك عندما وصلت إلى هنا والتحول الذي وصلت إليه أيضا مدينة شرم الشيخ؟ هو حقيقة في البداية أحيي ما قامت به جمهورية مصر العربية في إحياء المناطق الخضراء في كافة أرجاء البلد. الكثير من الماء للأسف يهدر، فاستغلاله في إحياء المناطق الخضراء ضروري جدا، وهذا ما لمسناه في زيارة شرم الشيخ. هذه أول زيارة إلي لشرم الشيخ، ولكن من الإخوان اللي كانوا موجودين قبل لاحظوا في تغير كبير جدا، خاصة مثل ما ذكرتي في المناطق الخضراء. فتحية إجلال وتقدير لما تقوم به، وأتمنى إن شاء الله أن تزداد رقعة المناطق الخضراء في شرم الشيخ والجمهورية بالكامل وكل الدول العربية. نعم، شكرا جزيلا معالي الوزير سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن العماني، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا للزميلة ريهام أديب على هذا اللقاء، ولضيفها وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان السيد سالم بن ناصر العوفي.